أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء الدور الريادي لوزارة الداخلية والجهود المخلصة لمنتسبيها باعتبارهم العيون الساهرة للحفاظ على الأمن العام وصون الحقوق والحريات وإنفاذ القانون والحفاظ على المنجزات الحضارية لمملكة البحرين بكل كفاءة وأمانة وبإسهاماتهم الفاعلة ضمن فريق البحرين في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن الأمن ركن أساسي في مسيرة التنمية التي تتطلب بيئة آمنة تضمن لها المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المرسومة لها. جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سموه حفظه الله اليوم لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية وذلك بنادي ضباط الأمن العام. فلدى وصول سموه يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. كان في الاستقبال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما حضر المأدبة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. ونوه سموه بما يحمله هذا الشهر الفضيل من فضائل وروحانيات تنعكس على الجميع سائلا الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركة، مشيدا سموه بالمستويات المتقدمة التي وصلت إليها منظومة العمل الأمني في مملكة البحرين وما حققته وزارة الداخلية وكافة أجهزتها المختلفة من تطور على كافة المستويات، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي وزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في المجال الشرطي بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يصب في تحقيق المساعي والأهداف التنموية المنشودة. من جهته عبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن كافة منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير لجهود رجال الأمن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء للوطن وأبنائه الكرام في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية قدما في استراتيجية التطوير والتحديث لرفع مستوى الأداء والكفاءة الشرطية وإعداد الكوادر القادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الأمنية بعزيمة واقتدار.